السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الخامسة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورمضان كريم عليكم وعلى عوائلكم. راح نكون وياكم أنا محدثكم دكتور واثق علوان عاجل في تغطية جزء من مادة Advanced Pharmaceutical Analysis، وسبق أن ألقي على حضراتكم في الأسبوع الماضي محاضرة من قبل دكتور محمد ضياء، وإن شاء الله راح نكمل هذه المحاضرات مع بالتناوب مع دكتور محمد. راح نغطي في هذا الكورس إن شاء الله أربع تقنيات مهمة جدا من التقنيات الطيفية المهمة جدا في الجانب التحليلي الدوائي وحتى الكيميائي. هذه التقنيات هي Ultra Violet Visible Spectroscopy اللي نصطلح عليها UV Visible Infrared Spectroscopy، وهذه التقنيتين الأولتين راح أكون أنا أغطيها لكم. تقنية النيوكلير ماجنتيك ريزونانس اللي هي NMR والماس سبكتروسكوبي MS دكتور محمد راح يغطيها لكم إن شاء الله. راح نتناول في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة إن شاء الله المصطلحات اللي مهمة جدا اللي راح تمر علينا في كل التقنيات، خاصة في تقنيتي UV والIR. راح نتطرق الى تعريف الكترومغنتيك راديشن EMR، راح نتعرف على الويف كاركترستكس، راح نعرف على البارتيكل نيتشر اوف لايت، بعدين ندخل على السبكتروسكوبي، نعرف شنو اهميه السبكتروسكوبي، ليش احنا نستخدم السبكتروسكوبي في تقدير المواد الدوائيه، راح نتعرف على الظواهر اللي موجوده الابزوربشن الايميشن قانون بير لامبرت، راح نتعرف ايضا على المولكيولار ترانزيشنز، ايضا راح نتطرق الى بعض المصطلحات المهمه في هذه التقنيه تقنيه اليو في فيزيبل، وما هي العوامل المؤثره على قيم اللامدا ماكس او قيم القراءات لهذه المركبات، وبعدها راح نعرج على الانسترومنتيشن تركيب طبعا بشكل مختصر او مقتضب الانسترومنتيشن لجهاز اليو في سبكتروسكوبي، واخيرا راح نتطرق الى ما يسمى بالوودورد ويزر رولز اللي تعنى بحساب اللامدا ماكس او الطول الموجيه بشكل نظري. طبعا في كل تقنيات الاطياف اللي نسميها سبكتروسكوبي تكنيكس هناك شيء مشترك واساسي، الا وهو ما يسمى بالاشعاع الكهرومغناطيسي واللي يسمى باللغه الانجليزيه الكترومغناطيك راديشن، وبالاختصار يذكر EMR، يعرف بأنه شكل من أشكال الطاقة ينتقل عبر الفضاء أو أي جسم آخر ولكن بسرعة مختلفة. الـ EMR ومثل ما تلاحظون ممكن أن نصور على أنه هو موجة، وهذه الموجة لها خصائص. الخصائص المهمة للموجة اللي راح نتطرق لها هي طول الموجي، تردد، السرعة، السعة اللي نسميها Amplitude، إضافة إلى أعداد العدد الموجي. وكما هو واضح من الالكترومغنتيك راديشن هو مزيج من مجالين كهربائي ومغناطيسي، وهذان المجالان يتحركان بشكل متعامد بعضهما على الآخر كما ملاحظ في الشكل أمامكم. ما يميز الإشعاع الكهرومغناطيسي كما في التعريف على بأنه ممكن أن ينتقل بأنه لا يحتاج إلى وسط للانتقال، ممكن أن ينتقل في الفراغ وممكن أيضا أن ينتقل خلال وسط آخر كزجاج وماء، على العكس من الموجات الصوتية، فنلاحظ أن الضوء ينتقل بسرعة أكبر من الصوت وبملايين المرات. ذكرنا أنه الإشعاع الكهرومغناطيسي هو عبارة عن موجة، وهذه موجة لها خصائص. نأتي الآن إلى ذكر كل خاصية من خصائص الموجة الكهرومغناطيسية، وهنا لازم نركز على العلاقة بين كل خاصية من هذه الخصائص مع بعضها الآخر ونفهم شكل التناسب هل هو طردي أو عكسي. الشكل اللي أمامكم يمثل موجة ضوئية أو صوتية in general. الطول الموجي وأول شيء هذا ناخذه كما موضح في الشكل يمثل المسافة بين أي قمتين أو قعرين متتاليين في الشكل. طبعا هنا في الشكل أمامنا يظهر لنا قمتين وقعر، بنلاحظ أنه الطول الموجي ومؤشر هو المسافة بين قمتين متتاليتين. يرتبط الطول الموجي لأي إشعاع كهرومغناطيسي ارتباطا وثيقا ببقية الخصائص وخاصة التردد والطاقة،
وطبعا راح نتطرق لهذه العلاقات تباعا. أول قانون يوصف سرعة الإشعاع الكهرومغناطيسي هو قانون C يساوي لامدا ميو، حيث أن C هو سرعة الضوء. طبعا سرعة الضوء هي قيمة ثابتة تقدر بثلاثة في عشرة، تقريبا ثلاثة في عشرة أس عشرة إذا أردنا أنه سنتيمتر بير سكند، أو ثلاثة في عشرة أس ثمانية متر بير سكند. اللمدا هو الطول الموجي، والميو اللي يشبه الفي هذا هو التردد. من خلال العلاقة نلاحظ أنه الطول الموجي يتناسب عكسيا مع التردد. كلما زاد الطول الموجي كلما قل التردد، والعكس صحيح. الخاصية الثانية اللي هي نسميها الامبليتيود أو سعة الموجة أو ذروتها، وتلاحظون في نفس الشكل، هي المسافة التي توصف المسافة التي تكون بين منتصف الموجة إلى القمة. هذا نسميه سعة أو ذروة، احنا نسميها ذروة، يعني من منتصف القمة إلى قمتها، إلى البيك الأعلى، يعني أعلى نقطة في القمة. وهذه الخاصية ترتبط ارتباط وثيق بالطاقة. كلما كانت السعة أعلى معناتها الطاقة الضوئية اللي تكون عندي عالية، وعليه فإن الامبليتيود يعطينا فكرة عن البرايتنس أو الانتنسيتي، الشدة أو الوضوح للموجة مقارنة بالموجات الأخرى. خاصية أخرى هي التردد، ونعبر عنه بأنه عدد الدورات في الثانية الواحدة، وحداته هي الهيرتز أو سكند ماينس ون. للتردد علاقة وثيقة بالطاقة، حيث أنهما يتناسبان طرديا مع بعضهما، وثابت عملية التناسب هو H ثابت بلانك، وهو طبعا قيمة ثابتة تقدر 6.62 هي 10 أس ناقص 34، وعليه في العلاقة الرياضية تساوي E يساوي H في ميو. السرعة الإشعاع الكهرومغناطيسي يمكن التعبير عنها كما ذكرنا سابقا بالعلاقة C يساوي H ميو، وهذه سرعة الضوء طبعا في الفراغ، وقلنا هي كمية ثابتة ممكن أنه نعرفها في أي وقت. لكن ذكرنا في بداية مقدمة المحاضرة أنه الضوء ممكن أن ينتقل مو بس عن طريق الفراغ، ينتقل عبر أوساط أخرى. هذه الأوساط ممكن تكون خلال الزجاج، ممكن خلال الماء. في هذه الحالة السرعة راح تتغير واعتمادا على الوسط اللي تخترقه هذه الأشعة. بالتالي فيعبر عن السرعة بحرف V velocity وليس C. إذا C هي سرعة الضوء في الفراغ، هاي انتبهوا لها. V هي سرعة الضوء في وسط معين، وأيضا تأخذ نفس العلاقة H ميو. حتى نميز بين السرعة في الفراغ C والسرعة في الأوساط الأخرى ال V، هنالك فاكتور نسميه refractive index. هذا الفاكتور هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعة الضوء في وسط آخر، كان يكون ماء أو زجاج أو أي سطح آخر شفاف. وحتى نوضح ماذا يعني refractive index بشكل أفضل، أمامنا مخطط بسيط لموجة ضوئية تنتقل في وسطين، أحدهما هو الفراغ والآخر هو وسط زجاجي، وهذا الوسط الزجاجي هذا اللي مبين بالشكل المظلل. نلاحظ القيم المثبتة فيه على الشكل، نلاحظ ثبوت التردد في الوسطين وسط الفراغي والزجاجي مع اختلاف في اللمدة أو طول الموجي المقاس. شلون ممكن أنه يجينا السؤال شلون نقدر نفسر أو شلون ممكن نستفاد من قيمة الإيتا؟ إذا جتنا في السؤال ممكن أن يعطى معامل الإيتا، معامل طبعا Refractive Index، ويطلب سرعة الضوء في الوسط الزجاجي. وطبعا هذا تطبيقه سهل جدا، لأنه مجرد ما نخلي القانون اللي هو إيتا يساوي C على V، وقلنا أنه C هي سرعة الضوء في الفراغ وهي قيمة معلومة، على ال V اللي هي نريدها، قيمة إيتا هي معلومة، إذن المعلومات بسيطة ممكن نطلع سرعة الضوء في الوسط الآخر.
وبالتالي سهل استخراجه. إذا طبقنا على المثال اللي أمامنا أنه معامل الانكسار أو Refractive Index اللي نسميه إيتا يساوي 1.33 ويطلب سرعة الضوء خلال مروره بالوسط الزجاجي، طبعا بالعملية الرياضية البسيطة وحسب القانون أعلى راح نحصل على سرعة الضوء في الوسط الزجاجي، عملية حسابية راح يطلع لنا 2.26 في 10 أس 10 سنتيمتر بير سكند. والسبب في تغير السرعة من الفراغ عبر الزجاج هو أن الضوء يمر إلى وسط أكثر كثافة، وهذا التغير في الكثافة راح يغير من شكل الموجة، وبالتالي راح يتغير لما يتغير شكل الموجة راح القمتين راح تتقارب أو تتباعد. احنا قلنا أنه طول الموجي هو المسافة بين القمتين المتتابعتين أحدهما جنب بعض، فلما يتقاربون المسافة راح تتقارب فراح يتغير اللمدة عندي، في حين يبقى التردد ثابت. أسلوب آخر للتعبير عن الإشعاع الكهرومغناطيسي هو العدد الموجي، ويعرف بأنه مقلوب الطول الموجي 1 على اللمدة هو عدد الموجات في السنتيمتر الواحد، لذلك فإن وحداته هي سنتيمتر ماينس 1. أمامكم مثال بسيط لحساب العدد الموجي لشعاع الـ IR بطول موجي 5 مايكرومتر. أولاً بهيك نوع من الأسئلة خلينا نركز على الوحدات وتحويلاتها. المطلوب من عندنا عدد موجي، هذا يعني أنه العدد الموجي لازم يكون الوحدات مالته النهائية تكون سنتيمتر ناقص 1، لذلك لازم تكون الوحدات المستخدمة في الطول الموجي بشكل سنتيمتر. وعلى اعتبار أن الطول الموجي هو مقلوب اللمدة ممكن بسهولة اعتمادا على تحويلات الرياضية البسيطة أنه كل واحد مايكرومتر يساوي 10 أس ناقص 4 سنتيمتر تعوض في القانون فتحصل التحويلات. نجي نطبق العدد الموجي اللي هو ميو داش، طبعا هنا ميزوا بين الميو اللي هو التردد والميو داش اللي هو العدد الموجي. الميو داش 1 على اللمدة، اللمدة احنا قلنا 5 مايكرومتر حولناها الى من المايكرومتر الى السنتيمتر، مجرد عملية رياضية راح يطلع لي العدد الموجي 2000 سنتيمتر ناقص 1. بعد أن استعرضنا الخصائص الموجة المهمة نأتي الآن إلى طبيعة الضوء، من ماذا يتكون الشعاع الضوئي. أصغر جزء يتكون منه الضوء هو ما نسميه بالفوتون، وهو جزيء ليس لديه كتلة وطاقته تحسب HMU كما ذكرنا سابقا. تردد الشعاع الضوئي يتناسب تناسبا عكسيا مع طول الموجي كما ذكرنا بالعلاقة اللي هي C لامدا ميو، ويتناسب بشكل طردي مع طاقة الشعاع وحسب العلاقة اللي ذكرنا أيضا منه E يساوي H ميو. معناها كلما كان تردد الشعاع عاليا كلما كانت طاقته عالية وطوله الموجي قصير، والعكس صحيح. هذه العلاقات ممكن أن تشتق منها علاقات أخرى لوصف خصائص أخرى للضوء. فلو استعرضنا مثلا عن قيمة ميو في معادلة رقم 2 بما يساويه بمعادلة 1 راح نخلص إلى علاقة. هذه العلاقة إنه الطاقة E تساوي HC على لامدا، أو ممكن إنه 1 على لامدا تستعرض بالعدد الموجي ميو داش، فراح تصير علاقة E يساوي HC ميو داش، ومنها نستطيع أن نستنتج علاقة الطاقة مع العدد الموجي أو الطول الموجي. مثال التالي يوضح تطبيق بسيط لأحد العلاقات. هذا مثال يطلب فيه حساب طاقة فوتون واحد من الشعاع عند عدد موجي 2000 سنتيمتر. نلاحظ المعطيات اللي موجودة عندنا أنه يطلب عندنا طاقة E، لدينا عدد موجي يكون معلوم، بالتالي ممكن نخلي القانون اللي سبق ذكرناه في السلايد السابق اللي هو E يساوي H C ميو داش، على اعتبار أنه الـ H هو ثابت بلانك معلوم قيمته معلومة، C سرعة الضوء في الفراغ وهي أيضا قيمة معلومة، بقى نعرف أنه طالما عندنا عدد موجي في سنتيمتر ماينس 1 إذا نحاول أنه نحول السرعة بمقدار السنتيمتر، يعني سنتيمتر بين
سكند، السرعة تحول إلى سنتيمتر، هذا يجب توحيد الوحدات أولا، والعدد الموجي أيضا موجود عندنا، إذن هو مجرد تطبيق بسيط. فعندما نتأكد أنه كل الوحدات متماثلة عملية الضرب راح تكون بسيطة، فتكون النتيجة عندنا أنه الطاقة 3.98 × 10⁻²⁰ جول. إذن مثل ما شفنا فنحن نتعامل مع الكترومغنتيك راديشن من خلال خصائصه الأربعة المهمة، واللي هي طول الموجي، تردد، السرعة، والعدد الموجي. وهذه الخصائص تميز الطيف إلى عدة مناطق طبيعية، مناطق طيفية تسمى بالالكترومغنتيك سبيكتروم. يقسم هذا الطيف إلى عدة مناطق، تبدأ بالأعلى طاقة اللي تصل إلى 10⁻¹ هرتز، واللي نسميها كوزميك أند جاما رايز، طبعا وتكون ذات أطوال موجية قصيرة اعتمادا على العلاقة العكسية بين التردد وطول الموجي، وتنتهي بالمايكرو ويف راديو رايز، هذه اللي تكون تردداتها 10⁻³⁰ هرتز وأطوال موجية عالية، طبعا مرورا بالأشعة السينية اللي نسميها إكس راي، منطقة اليو في، منطقة الفيزيبل، منطقة الآي آر. إن شاء الله راح نتطرق إلى تقنيتي اليوفي في محاضرتنا من ضمن فيما يخص محاضراتي أنا، يعني بالنسبة لي راح نتطرق إلى هذه المنطقتين، منطقة اليوفي ومنطقة الآي آر إن شاء الله. الجدول اللي في الأسفل يمثل مديات أو الأطوال الموجية لمنطقتي اليوفي والآي آر قيد الدراسة. من المهم جدا، وأنا أخلي خطين تحت كلمة مهم جدا، معرفة مدى كل منطقة وبوحداتها. أي ممكن أنه يجيك في السؤال أنه هذا المدى على سبيل المثال النير آي آر بين 0.78 إلى 2.5 ميكرومتر، ممكن يجيك في السؤال أنه تحول هذه القيم من ميكرومتر مثلا إلى نانومتر. فأرجو أنه تنتبه إلى الوحدات اللي موجودة والقياسات حتى لا يصير عندك أي التباس. بعد ان تعرفنا على المصطلحات الرئيسيه في الـEMR راح نتعرف على اهم وصف اللي يعنى بتفسير الشعاع الكهرومغناطيسي الممتص او المنبعث من قبل الجزيئه او الذره او حتى الايون في النموذج المراد تحليله، وهذا ما نسميه بالسبكتروسكوبي، وباللغه العربيه نسميه المطيافيه. وبتعريف ادق، هو حاله التآثر او التداخل بين الاشعاع الكهرومغناطيسي مع الماده الكيميائيه او الدوائيه. من خلال تعريف السبكتروسكوبي يمكن تقسيم المطيافية والسبكتروسكوبي إلى قسمين، ذرية ومن اسمها تعنى بامتصاص الذرات للضوء والإشعاع الكهرومغناطيسي، وتكون على نوعين، أتوميك أبزوربشن وامتصاص ذري، وفليم فوتومتري امتصاص نسميه لهبي. وإن شاء الله إذا بقى متسع من الوقت راح تطلعون على جانب من الفليم فوتومتري من قبل أستاذ محمد عبد الله في المادة العملية إن شاء الله. النوع الثاني هي المطيافية الجزيئية، وهي من اسمها تعنى بامتصاص الجزيئات، جزيئات المادة، هذه المادة الكيميائية والمادة الدوائية للشعاع، وتشمل تقنيتي اليوفي والفيزيبل والآر. وهذا الموضوع إن شاء الله راح نركز عليه مستقبلا، كوننا نتعامل مع جزيئات لمركبات، واحنا نتعامل مع مركبات ان شاء الله راح نشوفه في المختبر، تعامل مع مركبات عضويه هي ادويه، الادويه هي مركبات عضويه معقده، فراح يكون تعاملنا معها عن طريق المطيافيه الجزيئيه. من خلال تطرقنا لتعريف السبكتروسكوبي تضح هناك اليتين مهمه، هي اليه الامتصاص اللي نسميها الابزوربشن، واليه الانبعاث الاميشن. الامتصاص هو أن الجزيء أو الذرة أو الأيون يتآثر مع الضوء، يعني يتداخل مع الضوء مع طاقة الإشعاع الكهرومغناطيسي، وممكن أنه تكون هذه الطاقة بشكل حرارة، ممكن تكون بشكل طاقة كهربائية، ممكن تكون نتيجة لتفاعل كيميائي. هذا التآثر بين هذا نوع الطاقة مع المادة الجزيء أو الذرة أو الأيون، نتيجة لهذا التآثر راح يحدث انتقال إلكتروني من المستوى الأساسي نسميه ground state إلى مستوى طاقي أعلى،
بحيث تكون جزيئة مثارة لكن في نفس الوقت تكون طاقتها عالية لكن تكون غير مستقرة، هذا نسميه بالامتصاص. على العكس من الامتصاص يكون الانبعاث هو عودة الجزيئة المثارة من مستوى الطاقة العالي غير المستقر واللي نسميه excited state إلى المستوى الأساسي الground state مع انبعاث طاقة بشكل HMU لتعود الجزيئة إلى حالتها المستقرة. ومثل ما هنالك تقنيات طيفية تعتمد في تحليلها على الأبزوربشن تسمى أبزوربشن سبكتروسكوبي، هناك تقنيات أخرى تعتمد على الشعاع المنبعث ونسميها إيميشن سبكتروسكوبي. هاتان الآليتان المذكورة اللي هي الامتصاص والانبعاث تعتمد وبشكل طردي وتناسب طردي على تركيز المادة المراد تحليلها التي تتآثر وتتداخل الأشعة معها. كل التقنيات الطيفية تعمل بنفس المبدأ اللي هو امتصاص الذرات أو جزيئات للأشعة أو الطاقة، وبالتالي تنتقل إلى مستويات مثارة أعلى تكون غير مستقرة. طبعا المستويات الطاقية بس حتى أوضح لكم، المستويات الطاقية تقسم إلى مستويات إلكترونية تكون ذات طاقة عالية، مستويات اهتزازية تكون أقل طاقة، ومستويات دورانية تكون أقل من المستويات الاهتزازية. فتلاحظون أنه في تقنية اليوفي خلال الشكل أمامكم أنه انتقال يكون من S نوت إلى S1، هذا نسميه انتقال إلكتروني. إذا تلاحظون أنه الطاقة تكون أعلى، في حين في الIR يكون الانتقال مستويات الاهتزازية vibrational levels، فلاحظ أنه تكون أقل من الانتقالات اللي تحدث في منطقة اليوفي، وأقل منها الانتقالات اللي تكون بالمايكروويف level في الروتيشنال levels. وعليه ممكن أنه ترتب الطاقات اعتمادا على قوتها، من الأعلى قوة هي الإلكترونية، بعدها تجي الاهتزازية الفايبريشنال، وبعدها تجي الروتيشنال. كل تداخل أو تآثر بين المادة والشعاع يعتمد على نوعين أساسيين، هو طاقة الشعاع، مدى قوة طاقة الشعاع، وكيف ممكن أنه نكشف عن هذا الشعاع أو نوع المستوى الطاقي اللي إحنا نريد نشتغل عليه. بالتالي فإن كل تقنية تسلك المادة الممتصة للضوء سلوك يميزها عن التقنيات الأخرى. فمثلا في تقنية UV Visible الانتقالات الإلكترونية، في تقنية الIR تحدث اهتزازات للجزيئة، وهذه الاهتزازات إن شاء الله راح نمر عليها تكون ممكن تكون بشكل bending، ممكن تكون بشكل stretching، ممكن تكون بشكل scissoring بأشكال. في حين في تقنية الانمار نلاحظ أنه الشعاع الممتاز ممكن أن يحدث تغير في برمل الإلكترونات، وهذا الشكل اللي ممكن يوضح أنواع التغيرات اللي تطرأ على المادة عند امتصاصها عند أطوال موجية مختلفة. أرجو الانتباه جيدا لهذا الشكل وإلى التغيرات اللي تحدث لكل تقنية من هذه التقنيات. وعند الحديث عن المطيافية الجزيئية فإنه لابد الإشارة إلى مصطلحين مهمين، هما النفاذية والممتصية. النفاذية اللي نسميها transmittance هي جزء الشعاع الساقط والذي يعبر خلال الوسط الحوي على النموذج. فالشعاع الضوئي يكون بشدة ابتدائية I not، ومجرد مروره من خلال وسط حوي على محلول القياس، محلول أي مادة، سوف تقل هذه الشدة وتظهر الانتنسيتي بشكل I. سبب هذا النقصان في الشدة طبعا يعود إلى امتصاص جزيئات المادة في المحلول للأشعة الضوئية الساقطة عليها، وبالتالي راح يقلل من شدة الضوء النافذ من خلال السيل. لذلك تعبر عن النفاذية بقانونين مثل ما تشوفون، T يساوي شدة الضوء الساقط على شدة الضوء النافذ. وحتى نحسب النسبة المئوية مثل ما تشوفون هنا، هو مجرد نحسب النسبة المئوية النفاذية هي I على I نوت في 100. علاقة أخرى تربط الامتصاصية اللي راح نشرحها بعد قليل مع النفاذية، A يساوي ناقص لوغاريتم T. هذه العلاقات طبعا مهمة جدا، وإن شاء الله راح نعطيكم عليها أمثلة
حتى تفهموها أكثر. بالتالي من السهولة معرفة ملتصية المحلول إذا كان لدينا قيمة نفاذية. أما الأبزوربنس أو الامتصاصية هي مقياس شدة الضوء الممتص، ويمكن نعبر عنها كما ذكرنا قبل قليل A يساوي ناقص لوغارتم T، أو نقدر نكتبها بشكل آخر A يساوي لوغارتم I نوت على I. أرجو منكم الانتباه لهذه القوانين، طبعا هي عمليات اشتقاقية بسيطة وتحويلات، فأرجو أن لا تخربطون بيناتها. أيضا عندنا يمكن نحسب الممتصية إذا عرفنا النسبة المئوية للنفاذية من خلال القانون التالي A يساوي 2 ناقص لوغارتم النسبة المئوية للT. طبعا هذه القوانين هي نتاج لاشتقاقات طويلة، طبعا احنا في غنى عنها، احنا مو بصدد انه نشرح هذه الاشتقاقات، احنا القوانين بصيغتها النهائية نعطيكم اياها، ما عليكم الا انتم تخلوها في بالكم عندما تجيكم اي مسألة لها علاقة بالنفاذية وبالامتصاصية، لذا ارجو الانتباه. هذه بعض الاسئلة، جزء منها محلول، جزء آخر هو homework لكم. Convert the following percent transmittance data into absorbance. هنا منطيكم نسب مئوية امتصاصية عفوا للنفاذية، ويطلب من عندكم أن تحولوها إلى الممتصية. مثل ما تشوفون هذا مثال المحلول الأول أمامكم، وعندكم الـ B والـ C، هذا هو homework أريده منكم. الهومورك الثاني انه convert the following absorbance data to percent transmittance. هنا بالعكس، شلون تغير لي الممتصية الى نفاذية. هذه الاجوبة امامكم، كل ما اريده من عندكم اريده تحلوا لي اياها، هذا واجب. ايضا ايضا عندنا سؤال انه calculate the frequency in hertz للاشعة التالية. عندنا هذه الامثلة، هذه الامثلة ان شاء الله نتناقش فيها، واريدها من عندكم ان شاء في المحاضرة القادمة في اذن الله. نجي على قانون بير لامبرت. قانون بير لامبرت هو علاقة مزدوجة بين قانونين، قانون بير اللي ينص على أنه الامتصاصية تتناسب تناسبا طرديا مع التركيز، وبين قانون لامبرت الذي ينص على أنه الامتصاصية تتناسب تناسبا طرديا مع قيمة L، L اللي احنا نسميها الباث لينكث أو المسار الضوئي، وعادة هو 1 سنتيمتر. فبما أنه عندنا علاقتين تناسب طردي، لما ندمجهم مع بعضهم تكون الممتصية هي عبارة عن علاقة تتناسب تناسبا طرديا مع التركيز ومع المسار الضوئي اللي نسميه L، وبعض الكتب احنا نسميه B. بالتالي ناتج هذا التناسب يكون A يساوي Epsilon CL، والأبسلون هو المولر absorptivity، ممكن نقيسه بوحدات التركيز إلى سنتيمتر ناقص واحد. وعلى هذه العلاقة اللي نسميها قانون بير لامبرت، ممكن رسمها هي، لأنه هي علاقة خطية بين الممتصية وبين تركيز المادة، يمكن رسمها كما موضح بالشكل التالي. العلاقة الخطية يمكن وصفها محور X يمثل تركيز المادة الممتصة للضوء، ومحور Y يمثل قيمة الامتصاصية لكل تركيز. لهذا الخط المستقيم قيمة ميل أو سلوب. السلوب كيف يمكن أن يحسب؟ السلوب يمثل قيمة الـ E Epsilon L، يعني Epsilon في L هي معامل الممتصية المولارية في المسار الضوئي. إذا ركزنا في الشكل البيان في الأسفل، لاحظ أنه قيمة أبسلون L للسلوب تمثل حساسية الطريقة الطيفية التي تستعملها، وبالتالي كلما زادت قيمتها زادت حساسية الطريقة، والعكس صحيح. فراح نشوف هذا الشكل، أنه الخط الأزرق السلوب مالته يكون أعلى بكثير من الخط الأسود، بالتالي السلوب في الخط الأزرق يكون عالي. إذا قيمة الأبسلون في L راح تشوفون أيضا هي هذه القيمة، لما تيجي تضرب الأبسلون في L 100 في 100 يطلع 10,000، في حين
إذا تشوف 50 في 10 يطلع 5000، فتشوف إنه الفرق كلما زادت قيمة الأبسلون L كلما زادت حساسية الطريقة. نقطة أخيرة نذكرها عن قانون بير لامبرت، إنه ممكن أن يكتب بصيغتين. الصيغة الأولى هي اللي شفناها، إنه A يساوي أبسلون C L، وهذه تستخدم لما يكون عندنا التركيز اللي موجود عندنا تركيز مولاري، فلذلك الأبسلون يسمى بالممتصية المولارية مولار أبزوكتيفيتي، ولهذا السبب تكون الممتصية المولارية وحداتها لتر مول ماينس 1 سنتيمتر ماينس 1. بما أنه اللتر مول ماينس 1 هو مقلوب المولارية، فممكن أنه نسميه مولارتي ناقص 1 في سنتيمتر ناقص 1. الصيغة الثانية ممكن نستعيض بدلا من الأبسلون بقيمة A small a، وهذه ما تسمى بالأبزوربتيفيتي الممتصية. هذه شو وقت نستخدمها؟ هذه نستخدمها لما يكون عندي التركيز المحلول مو تركيز مولاري، التركيز بصيغة جرام بير ليتر، من الجرام بير ليتر. أكرر مرة ثانية، قيمة الأبسلون كل ما تكون عالية هذا إشارة أنه الحساسية عالية الطريقة المتبعة، وهذا اللي احنا نريده. دائما ندور على التفاعل الكيميائي او الطريقه الكيميائيه اللي من خلالها حصل على قيمه ابسلون عاليه، وهذا هو مثال الحساسيه. لما تكون الحساسيه عاليه للطريقه معناته اقدر اقدر التراكيز الضئيله جدا للماده. طبعا قيمه الابسلون تتراوح بين 10 الى 10000 بعض المواد الكيميائيه. اذا المواد الكيميائية مثلا الأدوية عملت كومبلكس معقدات مع عناصر، وبهاي الحالة راح تكون عندنا معقدات، وهذه المعقدات ممكن تكون ملونة تدخل في منطقة الفيزيبل، وبهاي الحالة ممكن تزداد قيمة الأبسلون إلى 50000 وربما أكثر. هذا كل ما يتعلق بمحاضرتنا الأولى لهذا الأسبوع، أتمنى أن تكون واضحة، وإن شاء الله أي استفسار إحنا خلال لقائنا ممكن نتناقش عن النقاط. شكرا جزيلا ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.